مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. لقاء جديد ومتجدد، وإن شاء الله كده نكون على خير مع حضراتكم في سنة 2021 إن شاء الله. مدير المستشفى بنقدم حلقاتنا زي ما عودنا حضراتكم دايما يوم الأربع من كل أسبوع. هنبقى مع حضراتكم إن شاء الله في نهاية 2020 الأسبوعين اللي جايين، وبعد كده نكمل معاكم إن شاء الله في 2021. مدير المستشفى في الإطار الجديد ليه وفي المتغيرات اللي بتحصل في العالم كله، أكيد هيبقى لنا دور مع حضراتكم، أكيد هنقدر نفيد حضراتكم كتير في المرحلة اللي جاية. هنتكلم في كل الموضوعات اللي تهمكم إن شاء الله. يكون مدير المستشفى بيقدم وجبة دسمة وحزمة من التوصيات والنصائح الطبية. هيبقى معانا مستشارين في جميع فروع الطب إن شاء الله، هيبقى معانا محامين، هيبقى معانا فنانين، هيبقى معانا تنفيذيين في مختلف المجالات، عشان نقدر إن شاء الله مدير المستشفى يكون بالفعل مدير مستشفى يستطيع إن هو يقدم خدماته للمواطنين في مصر واللي سامعيننا إن شاء الله في الوطن العربي. النهاردة معانا فقرة أعتقد إنها هتهم الكثير من المواطنين. هنتكلم طبعا في موضوعات كثيرة، ولكن الفقرة النهاردة هنتكلم في المسؤولية الطبية. يعني إيه مسؤولية طبية؟ يعني إيه أخطاء طبية تحدث للمريض أثناء الجراحات وأثناء الإجراءات الطبية اللي بتتم؟ حقوق المريض قد إيه؟ حقوق الطبيب قد إيه؟ القصور اللي بيحصل كيف نستطيع أن نعالجه دون أن نجور على حق المريض، وفي نفس الوقت ندي الطبيب اللي كان بيقوم بكل ده من خلال إحساسه ومسؤوليته بأن يرغب في إعطاء كافة الإجراءات اللي تضمن سلامة وصحة المريض. مشرفني النهاردة في الاستديو في الفقرة الأولى الأستاذة إيمان طعيمة، محامي بالاستئناف العالي، ويعني لها باع في مجال الأخطاء والمسؤوليات الطبية. من وراء الاستديو يا فندم، واهلا وسهلا بحضرتك، شرفت الدنيا كلها. انا عارف طبعا انه مشوار على حضرتك مدينه الانتاج الاعلامي، انما احنا شاكرين لحضرتك وجودك معانا النهارده في اول فقره من فقرات مدير المستشفى بعد عودتنا الحمد لله في نهايه 2020. استاذه ايمان، عايز اسال حضرتك، حضرتك محامي بالاستئناف العالي، عايز اسالك ايه مفهوم الخطا الطبي او الخطا المهني للاطباء؟ حضرتك طبعا عارف ان مهنة الطب دي مهنة انسانية اولا، فيتحكم على الدكتور ان هو يراعي ضميره جدا في مهنة الطب، وان هو يحاول يعرف يعني ايه طب اصلا، لان طبعا بيحصل اخطاء كتيرة جدا في مهنة الطب، في حدوث في جميع المجالات بقى، في التخصصات بطنة، نساء، قلب، جميع التخصصات. أستاذة إيمان حساس مع حضرتك، بس معانا مداخلة من الدكتور هشام شيحة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور خالد، أهلا بحضرتك. دكتور هشام إزاي معاليك؟ إن شاء الله حضرتك تكون بخير والأسرة الكريمة كلها بخير إن شاء الله. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. دكتور هشام، في نهاية 2020 وما رأيناه من أحداث جسيمة في هذا العام، أسمع رأي حضرتك في مناخنا الصحي في ظل كوفيد 19، أزمة كورونا المستجد. والله يا فندم باختصار شديد، يعني علشان برضو ما ناخدش من وقت البرنامج كتير، التصريحات الرسمية اللي احنا سمعناها من مسؤولين كبار في الدولة انه خلال شهر يناير هتبقى ذروة الإصابات بكورونا. والحاجة التانية، لما الناس بدأت تستغرب ان الأعداد الرسمية سواء كان الإصابات أو الوفيات ما بتتناسبش مع على أرض الواقع، فالتصريح الرسمي قال إحنا ما بنعدش الحالات اللي هي في عزل منزلي، الحالات اللي في عزل منزلي. فإحنا محتاجين بسرعة قبل الذروة إن إحنا نجهز بقى المستشفيات الميدانية عشان ما نزنقش، وعشان ما نعملش لود على المنشآت، المستشفيات الحكومية، جميع المنشآت يعني، ونبدأ بقى نراجع
هي محتاجة ايه من تجهيزات، من أدوية، من مستلزمات. لكن طبعا يعني ما هوش في وقته بقى ان احنا نقول يعني الاطقم الطبيه محتاجه ايه، او الاطقم الطبيه يعني ربنا يعينهم. طبعا انت الناس كلها حاسه ان هم بيشتغلوا في كل الظروف، وبعدين يعني بيفقدوا. انا ما عنديش طبعا احصاء رسمي بعدد الشهداء منهم بجميع تخصصاتهم، لكن اعداد كبيره. سامعني يا فندم؟ أنا مع حضرتك طبعا ومستمتع بالحديث، مش عايز أقاطع حضرتك، اتفضل. الأعداد طبعا أنا ما عنديش إحصاء بيها، بس بالمئات، يعني الناس فقدت أرواحها بالمئات، ويعني نحسبهم عند ربنا شهداء. شهداء. دكتور هشام، فإحنا يعني عايزين نتعلم بقى من اللي حصل في الموجة الأولى، إن إحنا ما نفقدش حد تاني، سواء كان من أطقم طبية أو من أهلنا. طيب الحاجة التانية ان برضو اللي انا يعني بنصح بيه، ان احنا ما ننشغلش قوي بالجدل الدائر دلوقتي عن الامصار، لان احنا كل اللي عندنا دلوقتي يعني يكفي عدة الاف، عدة يعني مئات او كم الف من العدد السكان. فاحنا خلينا لما ما ننشغلش بالجدل اللي بيدور حول المصر، واحنا عارفين طبعا ان المفروض هي الدولة طبقا للتصريح الرسمي بيدوروا على الامصار الفعالة والآمنة. احنا محتاجين طبعا ان احنا نلتزم بقى بالقواعد اللي هي ارتداء الماسكات الطبية وغسيل الايدي والتباعد الاجتماعي، لان احنا كلنا ملاحظين، يعني انا دي ملاحظتي انا الشخصية، وانا اعتقد ان معظمنا ملاحظ ان في تراخي شوية، والغالبية الوقت ما عادش بيهتم، لدرجة ان في ناس يعني بتعلق وتقول ان ما فيش حاجة اسمها كورونا اصلا يعني. فطبعا يعني احنا محتاجين ان احنا نحمي انفسنا ونحمي اهلنا بالاحتياط، يعني احنا نحتاط بقى للي جاي، وان احنا نركز قوي على الاجراءات الوقائية اللي في ايدينا الوقت، لان برضو زي ما الناس كلها عارفة ان حتى اللي بياخد الماسك او اللي بياخد معرض في المستقبل، هو التعبير الصح بتاعه اللقاح، اللقاح اللي هو طبعا المضاد الواقي فيروس. من فيروس. الاصابه بالفيروس. تمام. ده لا يمنع من ان احنا مصاب. نستمر برضو في الاجراءات الوقائيه. طيب دكتور هشام، انا بس عايز اسالك سؤال واحد بس. حضرتك كنت رئيس قطاع الطب العلاجي بوزاره الصحه لسنوات وسنوات، كان تحت أيوه. قياده حضرتك وتحت امر حضرتك أكثر من 600 مستشفى عام ومركزي وأمانة وخلافه وتأمين صحي. هل حضرتك في الوقت اللي احنا كنا فيه، لو حضرتك ما زلت في الوزارة، هل الإجراءات اللي كنت هتاخدها تختلف شوية عن الإجراءات المتبعة حاليا؟ والله هي برضو يا دكتور خالد، أنا برضو مانيش عايز أحبط اللي شغالين وبيبذلوا أقصى طاقتهم، لكن برضو مش في الصحة بس، في مختلف القطاعات في الدولة العملية، يعني الناس اللي هم أكثر اللي كانوا قبل كده الفترة اللي فاتت، ما أعرفش أسبابها إيه، كانوا أكثر مهنية وأكثر كفاءة إدارية، وده بيلخصها كلمة صنايعية. يعني كان زمان في صنايعية، وأنت كنت برضو من الصنايعية دول يا دكتور خالد. فيعني لكن برضو هذا لا يمنع إن إحنا بننصح، واللي موجود دلوقتي ربنا يعينه، يسد ما ان احنا شاء مش الله عايزين نعمل مقارنه، اللي موجود يسد ان شاء الله. بلاش المقارنه ان شاء الله. طيب دكتور هشام، انا مشرفني النهارده في الاستديو الاستاذه ايمان طعيمه، ودي محامي بالاستئناف العالي، ويعني عندها قضايا كتير للاهمال الطبي، وطبعا هي انا يعني شهادتي مجروحه ان انا اتكلم عن الاطباء، ولكن هي النهارده بتمثل المرضى اللي بيعانوا من بعض الاهمال والتقصير الطبي. عايز برضو يعني حضرتك توجه لنا رسالة كده للسادة الأطباء، أو تقول لنا خبرتك إيه في مجال الإهمال الطبي، وياما اتعرض على حضرتك حالات وحالات. أنا أعلم تماما إن لينا زملاء كتير ما زالوا في السجون حتى تاريخه بتهم جنائية بدايتها الإهمال والتقصير الطبي. اتفضل يا دكتور. بص يا فندم، هو إحنا لا ننكر إن في إهمال طبي كويس، لكن برضه في نفس الوقت الإهمال الطبي هو الاستثناء البسيط جدا، يعني الغالبية العظمى من الناس يعني بتشتغل بكفاءة. وفي فرق بين الإهمال المتعمد
مش هسميه بقى إهمال، يعني إذا حصل وفاة لمريض كان بيعمل إجراء عملية جراحية أو كان تحت العلاج، في نسبة عالمية متعارف عليها لأي مرض إن ممكن يحصل فيه وفاة. الإهمال الطبي موجود، وهو يعني بيبقى تبع الـ بياخد إجراءات بقى قانونية وإجراءات نقابية، بتبدأ من الغرامة ولغاية الوقف عن العمل لغاية الحبس. لكن طبعا المفروض ان احنا ما نعممش، طبعا مع احترام الشديد للضيفة اللي عند حضرتك ما نعممش، ولازم الناس تعرف كلها ان ده الاستثناء القليل جدا. وبعدين ما احنا، هل الناس الوقت الدكاترة اللي بتموت الوقت في من كورونا دول هنقدر نقول عليهم يعني مهملين؟ لا، في يعني في نسبة، صح، النسبة عندنا زايدة، النسبة عندنا زايدة، لكن طبعا احنا لا نقر ذلك، لأن مهمة الكوادر الطبية بمختلف تخصصاتها سواء كان طبيب، تمريض وخلافه، صيدلي، كل الكوادر مهمتها هي حماية أرواح الإنسان والحفاظ على صحته. ولكن طبعا إذا في خطأ جسيم يعني الواحد ياخد عقابه، ما عنديش مشكلة، لكن أكيد برضو تعويض برجع أعيد أقول مالي. ثالث مرة إن هو الاستثناء القليل جدا جدا جدا. دكتور هشام شيحة، وكيل أول وزارة الصحة ورئيس الطب العلاجي بوزارة الصحة سابقا، خالص التقدير والشكر لحضرتك، وأتمنى أسمع صوت حضرتك في الحلقة الجاية الأربع الجاي إن شاء الله. يعني التقدير لحضرتك والبرنامج بتاع حضرتك وكل المعدين وللضيوف اللي عندك، وربنا يحفظ الوطن والناس الطيبين من أي شر طبعا أو أي أمراض، وربنا يوفق الجميع. شكرا يا فندم، شكرا. أستاذة إيمان، إحنا عملنا مداخلة مع الدكتور هشام، تمام، واتكلم برضه هو عن المسؤولية الطبية والأخطاء المهنية الطبية، تمام، وقال لك إن هو ده الاستثناء. تمام. أنا بس عايز أعرف من حضرتك كده، هو يعني إحنا إمتى لو لا قدر الله أحد المرضى أحس من داخله بأن في إهمال طبي أو قصور، إيه الإجراءات اللي يعملها يا أستاذة إيمان؟ الإجراءات أولاً الخطأ الطبي هو انحراف السلوك اللي عن السلوك العادي للطبيب، إن هو ممكن يحصد وهو بيعمل عملية إنه يحصل خطأ، وده ممكن يكون عمدي أو إهمال من الدكتور نفسه. حضرتك الحاجة المفروض اللي يعملها في المادة 20 بتقول بيقدم شكاوي، ولازم يكون الشخص المشتكي لو هو حصل له إصابة ولا حاجة إهمال، أو يعني الشخص المصاب في غير وعيه، بيبقى أقرب الناس إليه اللي هم الأقارب من الدرجة الثانية، فهم دول اللي بيبدأوا يقدموا الشكوى في هيئة الاستشارات الطبية. يعني حاجة يروح اسم الشرطة ولا يروح نقابة الأطباء؟ لا، نقابة الأطباء هي المتخصصة في الـ في الـ في الموضوع بس الحقيقة ده. أنا يعني ما أعلمه برضو من خبرتي كطبيب لفترة طويلة قوي، اتفضل، وما زلت بمارس الحمد لله المهنة، إن كثير من المرضى بيبقى يلجأ مباشرة إلى الشرطة والنيابة، وبيبقى أحيانا في إجراءات عنيفة وقاسية على الأطباء، خاصة لو كان لم يثبت حتى وقت تقديم المحضر أو تقديم محضر الشرطة أو النيابة إن الطبيب مقصر، لأن تقصير الطبيب لن يحسم إلا بتقرير فني من طبعاً مجموعة من الأطباء أو من الطب الشرعي. ف يعني قانونا هل يستطيع الطبيب أنه يحمي نفسه، أنه يعني لو حصل لا قدر الله شكوى انه لازم يروح لاسم الشرطه ولا ممكن يروح النقابه بتاعته؟ طبعا لازم الشخص المقدم المحضر اللي هو الشخص المصاب او اللي حصل له اذى من هذا الخطا، في ماده 24 بتقول لازم يكون الشخص مقدم مستندات خاصه بالموضوع، عشان مش هيروح يعمل محضر هو اصلا ما فيش اي مستندات خاصه ان هو اتاذى من الدكتور دوت او في المستشفى اللي حصل فيها الحدث. وبرضه لازم يكون المستندات داله على ان في اصابه، تشوه، عجز، ايا كان الموضوع هو وهو عايز بيقدم المحضر. هو انا عايز اقول حاجه، هو اللي بيحصل يعني ببساطه شديده هو بيروح لزميل اخر، تمام، يعني مثلا انا جراح انف واذن مثلا، تمام، فبيروح لزميل اخر بيقول له والله انا الدكتور خالد مثلا عمل لي عمليه وانا حاسس ان انا مش مستريح. بعض الزملاء بيبقى في بينهم وبين بعض الحساسيه،
في الشغل او ضغائن، فبيروح كاتب له تقرير بان هذه العمليه مثلا شابها القصور وان كان مفروض ان هو يستخدم اجراءات معينه، فهو بياخد هذه الشهاده وبيطلع على اسم الشرطه او النيابه وبيتم استدعاء الطبيب، وغالبا بتبقى يعني قصه يعني ايه صعبه شويه في بدايتها. طبعا. لكن في حاجه تانية بقى اللي هي الاهمال الطبي او التقصير الطبي اللي ادى الى الوفاه. طبعا. ده طبعا زي ما حضرتك بتقولي كده بيبقى اهمال جسيم، ولكن في معظم الاحيان العيان نفسه بيبقى يعني حالاته الصحيه حاله متاخره، وبيخش المستشفى يمكن في حادث عربيه، يمكن في انهيار منزل، يمكن في غرق، يمكن في يعني كثير من الملابسات بتبقى مصاحبه، ومع طبعا. ذلك دائما اهل المريض بيحسوا ان هناك تقصير من المستشفى، وطبعا الطاقم الطبي كله مبدئيا بيتضرب طبعا في الاستقبال ده اول استباحه يعني، وبعد كده بيبتدوا يتقدموا بالشكوى في اسم الشرطه والنيابه. فيعني انا برضو كحضرتك محامي، فممكن تبقى محامي برضو للاطباء وليس فقط لاخواتنا اللي هم يعني ايه حصل معاهم. ايه الاجراءات يعني اللي حضرتك تنصحي بيها الاطباء لما يحصل حاجه زي أولا استدعاء الطبيب بيبقى عن طريق نقابة المهن الطبية، يعني حتى لو الشخص المصاب بعمل محضر بيبقى فيه لازم تقرير من النقابة، وبيبقى فيه وقت يجي 5 أيام أو أسبوع عشان يحضر الدكتور عشان يقول لهم الأسباب أو وطبعا الدكتور ممكن يكون الموضوع عمدي أو إهمال من الدكتور نفسه، يعني ممكن الدكتور يبقى يعني اكيد مش هيبقى متعمد ان هو يذل الشخص يعني، او اهمال جسيم منه حصل الخطا دوت. طيب انا يعني برضو يا استاذه ايمان يعني زي ما بقول حاجة، قليل جدا المرضى اللي بيروحوا يشتكوا في نقابه الاطباء او في الهيئه الطبيه، وزي ما بقول حاجة دايما بتبقى القصه كلها في اقسام الشرطه وفي النيابه وتبقى في اجراءات متعسفه. انا عايز احكي لك برضو قصه أنا بنفسي الحقيقة شفتها من سنين، يعني يمكن الكلام ده من أكتر من 10 سنين. طبعا. وكنت وقتها بشتغل في الصعيد في إنا، واتصل بيا مدير المستشفى وقتها وقال لي يا دكتور إحنا طالبين استشاري أنف وأذن يروح السجن إنا العمومي. قلت له طيب خير في إيه؟ قال لي لا ده في مسجون هناك عنده حالة أنف وأذن، وكان باعتين إشارة من المأمور ولازم حضرتك تروح تشوف الحالة. قلت له طب هو مش في طبيب في مستشفى السجن؟ قال لي اه في طبيب في مستشفى السجن ولكنه ليس في هذا التخصص. المهم رحت وخدته طبعا الاسم وبتاعه وبيبعته اشاره لمديريه الامن وسجلوا اسمي في على باب السجن، ودخلت ولقيت مستشفى داخل السجن، مستشفى يا استاذ ايمن، يعني فيها على الاقل 20 سرير ومجهزه ويعني لقيت اطقم طبيه يعني انا اتصور ان هي اطقم طبيه رائعه. ولقيت كان عميد اعتقد او عقيد هو قائد المستشفى وطبيب طبعا وزميل طبعا، وقعدت معاه وعرفني بنفسه وقال لي انا هجيب المريض لانه محبوس في عنبر تاني مش 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 جوه المستشفى وتشوفه. فانا انبهرت بمظهر الدكاتره الحقيقه، كان حوالي مثلا اكتر من 7-8 اطباء موجودين جوه المستشفى، لازم يبقى جوه. فبعد ما شفت الحاله وبتاع فقعدت ادردش معاه، قلت له يا دكتور حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله عندك 7-8 دكاتره اهم، ده يعني احيانا مش بنلاقي هذا العدد في بعض مستشفياتنا، كويس قوي ان مستشفى سجن وفي انا يعني موفره لحضرتك العدد. الحقيقه كان رده عليا قاسي جدا وقال لي اللي انت شايفهم دول يا دكتور دول كلهم مساجين ولكنهم اطباء في تخصصات، منهم اساتذه جامعه ومنهم مدرسين في الجامعه ومنهم اطباء في الصحه، ولكن محكوم عليهم باحكام جنائيه فاحنا بنستعين بيهم ان هم يساعدونا في اعمال المستشفى. فعايز اقول لحضرتك يعني خلاصه ان هناك الكثير من الاطباء مدانين ومسجونين. احنا طبعا. كل اللي كان مطلوب في القانون الجديد ان احنا نلغي الحبس الاحتياطي وليس الحكم، الحبس الاحتياطي على الاطباء. قولي لي بقى رايك ايه في الحبس الاحتياطي؟ اولا في مواد بتقول ماده 24 و23 بتقول ان الطبيب لا يجوز ان يتحبس احتياطيا على ذمه القضيه، وبيبقى طبعا الشخص بيحتاج تعويض مدني بعد الإصابة يعني. فالمادة 27 بتقول إن بيبقى بيطالب الطبيب بتعويض مدني ممكن الغرامة توصل ل 50,000 جنيه، ممكن توصل لملايين على فكرة، أو ممكن توصل لملايين. وممكن كمان الشخص اللي يعني مثلا الدكتور ما يتعاقبش لو مثلا في حالة زي مثلا سيدة، السيدة دي مثلا عندها كيس دهني، اكتشفوا إن هو عندها كانسر
في الصدر، فالطبيب غصب عنه في الفقه ما بيعاقبش الطبيب في هذه الحالة، لأنه ساعات الطبيب بيستدعي ان هو يستأصل جزء اخر لصالح المريض من الثدي. بالظبط، لصالح المريض. ساعتها لا يعاقب الطبيب في هذه الحالة، لأن كده هو عايز يعرف سبب المرض ايه او الكانسر فين بالظبط في الثدي، فبيضطر ان هو يستأصل هذا الثدي. عايز اسالك سؤال بعيد بقى عن المحاماة، اتفضل. عاملين ايه انتم بقى في ظل كوفيد 19 والكورونا في جلسات النيابة وجلسات المحاكم والمداولة؟ يعني ايه الاجراءات اللي بتتم؟ والله يا دكتور احنا اصلا بنروح بنحضر جلساتنا بنتابع قضايانا عادي، بس طبعا بيبقى في بعد في الجلسات، بيبقى في مسافة، لازم يكون في مسافة في الجلسة. بصراحة القضاء عاملين شغل جامد جدا في موضوع المحاكم والتعقيم والحاجات دي كلها. أستاذة إيمان أنا شرفت أن أنا أبقى مع حضرتك النهاردة، وإحنا استمتعنا بحديثك عن أخطاء المهنية للأطباء والمسؤولية الطبية. أتمنى إن شاء الله أن أنت تكوني معنا دايما كرأي قانوني في برنامجنا مدير المستشفى. خالص التقدير والتحية لحضرتك. فاصل قصير أعزائي المشاهدين عشان نرجع مع حضراتكم ونلتقي مع أخصائي نفسي هيكلمنا عن الأزمة النفسية في ظل كوفيد 19 للأطباء وللمرضى وللأهالي كمان وللناس اللي بيغداروا من هذه الأزمة العنيفة اللي استمرت عام 2020، ونتمنى أنها تنقشع بإذن الله. فاصل قصير ونعود لحضراتكم بإذن الله.